تابع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي موقف استثمارات برامج التنمية المحلية بسوهاج. شعراوي أكد خلال زيارته للمحافظة أن استثمارات التنمية المحلية بسوهاج بلغت 11 مليار و900 مليون جنيه خلال 6 أعوام، وأشار إلى أن اهتمام الدولة ساهم في تخفيض معدل الفقر ووقف تيارات الهجرة الداخلية من المحافظة وتنامي حالة الاستقرار والأمن. لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور إبراهيم، أهلا بحضرتك معنا في هذا النقاش على إكسترا نيوز. نتحدث هنا عن يعني محافظة سوهاج، جزء من الصعيد اللي يعني مهم جدا بالنسبة للدولة فيما يتعلق بالتنمية، وكان على مدار عقود سابقة يعني لا يحظى بالتنمية المناسبة الحقيقة لموارده البشرية والطبيعية. حين يتم ذكر يعني مجالات زي تيارات الهجرة الداخلية، وهي كانت ظاهرة يعني بتعاني منها مصر من فترات طويلة، كمان تخفض معدلات الفقر وتنامي حالة الاستقرار والأمن، اقتصاديا كيف تقرأ تأثير استثمارات التنمية المحلية بسوهاج على هذه المحاور يا دكتور؟ مساء الخير في البداية، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. هو مؤكد العشوائية اللي ضربت مصر على مدار عقود طويلة، والدولة اللي هي بتبذل معها مجهود كبير للغايه للتعامل معها ونقل مجتمعات حضاريه تليق بالمواطن المصري وهو يستحقها بالفعل. اتصور انه نقطه البدايه فيها مش بس ايجاد حلول للمشاكل القائمه حاليا، لكن كمان الاكثر اهميه هو انه منع اسباب هذه المشكلات. موضوع الهجره الداخليه سببه الاساسي انه ما كانش فيه الحقيقه اهتمام بكل محافظات مصر وعلى رأسها وفي مقدمتها محافظات الصعيد، بالتأكيد سوهاج جزء مهم من هذه المحافظات. وبالتالي احنا الحقيقة بنسعى انه هذه المحافظات يكون بها عوامل الجذب بالشكل اللي يحد من مسألة الهجرة الداخلية، وبالتالي اتصور انه هذا الاهتمام هيكون نقطة البداية رأس الحدب فيه هو الاستثمار، لانه الحقيقة الاستثمار بيحقق عدة امور. الاستثمار هو اللي بيعيد تأهيل البنية الأساسية، هو اللي بيقدم المزيد من الخدمات للمواطنين، وبالتالي يشعروا أنهم يعيشوا في مجتمع حضاري أسوة بما هو موجود في باقي محافظات مصر. الأمر الثاني أنه هذا الاستثمار مش بس في البنية الأساسية، لكن الاستثمار إنتاجي بيطلع سلع وخدمات بيحتاجها المواطن، وبالتالي ده كمان بيعين المواطن على تلبية احتياجاته. الأمر الثالث، الاستثمار بالتأكيد هو اللي بيخلق فرص العمل، وأتصور أنه توليد دخول حقيقية لكافة المواطنين داخل محافظات الصعيد سواء كان سوهاج أو غيرها. أتصور أنه كمان بيتعامل مع هذا الأمر، وبالتالي الحقيقة اهتمام الدولة كثيرا بالاستثمار، مش بس اللي بالاستثمار بيأتي إلى هذه المحافظات من خارج، لكن كمان الأكثر أهمية هو الاستثمار اللي بيأتي من داخل المحافظة ذاتها، لأنه مؤكد رجال الأعمال اللي داخل كل محافظة هم مؤكد على علم بما هو متاح من فرص استثمارية. مؤكد خدمتهم لمحافظتهم ولشعبهم ولأهليهم بالتأكيد هيكون له أهمية قصوى. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار.